بوظف اكاديمية اخبار اليوم 6 اكتوبر ومشكلتي مع الدكتور احمد زكي بدر وزير التعليم السابق، وكان عاملني قبل ما يبقى وزير شفت منه الظلم والقهر والتعالي والكبر، ومن اول ما رجع عملنا مظاهرات كل الموظفين وقفوا ضده، لكن للاسف كله تراجع بسياسته الامن الدوله اللي هو شغال بيها دلوقتي حاليا. انا قدمت شكوى لرئيس الجمهوريه ورحت التجمع الخامس عنده في البيت وقلت له يا دكتور احنا عايز حقي منه، بعتني هنا وبقى اتصل بالدكتور محمد هو رئيس مجلس الاداره، وللاسف قال لي خلي الرئيس ينفعك، خلي ابو دهب ينفعك بمعنى صح. وانا جاي هنا عند رئاسه اقول له يا ريس الدكتور احمد زكي لازم يقول لي خلي محمد مرسي ينفعك، فانا يا ريس عايز حقي دوره الملف، فانا يا ريس عايز حقي يا ريس، لان انت خدناك عشان ترفع عننا الظلم، والدكتور احمد زكي رمز للظلم، احمد زكي بس هو الظلم نفسه مش رمز، هو الظلم نفسه. وزير التربيه والتعليم يا عم ده نظام عروض على المرسي.